ولكن الحديث يتكلم عن أمر تفضيل وليس عن أمر لا بد منه. قالوا بدليل نهاية الحديث قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، أعظم صيغة التفضيل. فهو بيتكلم عن حاجة مستحبة، ما بيتكلم الحديث عن حاجة واجبة لا بد منها، شرط من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ما بيتكلم عن كده. قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، يعني كل ما البداية اتفقنا أنه تبدأ في الظلمة في الغلس وتستمر لحد الإسفار، كل ما استمريت لحد إلى الإسفار وإلى يتضح تتضح الرؤية كلما عظم أجرك، لكن ده بشرط. مين يعرف الشرط؟ ذكرناه في الدرس في الأول، بشرط شنو؟ عدم المشقة على الناس، لأنه حتى تطويل صلاة الصبح لحد الإسفار هل هو واجب ولا مستحب؟ من الحديث قال فإنه أعظم لأجوركم، معناته مستحب ما واجب. طالما هو أمر مستحب وأمر فضيلة، إذا ترتب عليه مشقة على الناس شنو يا جماعة؟ تتركه. وإذا تركته خشية المشقة على المسلمين، هل يكون أجرك أعظم ولا لو طولت على المسلمين وفيه مشقة؟ أجرك أعظم إذا تركت المستحب وليس الواجب، المستحب لأنه فيه مشقة على المسلمين أجرك أعظم من تفعل المستحب وفيه مشقة على المسلم. ودي قاعدة في أبواب كثيرة، حتى في استلام الحجر الأسود الشيخ ابن عثيمين قال إذا كان بترتب على وصولك على الحجر الأسود دفع وأذية وتضرب الناس أترك. قال لأن ترك السنة لدفع الأذية مقدم على فعل السنة والأذية. التورق، الجلسة الأخيرة في أي صلاة فيها تشهدين، إنه يضع رجله ويخد ما قعدته على الأرض تتورق كده بالجنب. إذا أنت في صف ما إمام ولو عملت كده تفجغ الزول جنبك أترك. لأن ترك السنة لدفع الأذية خير من فعل السنة، السنة يعني نقصد بين المستحب، خير من فعل السنة والأذية. فكل أمر مستحب فيه مشقة على الناس أنت إذا خليته خشية المشقة على المسلمين أجرك أعظم. ومن هذا الباب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح الألباني رفع إزاره إلى نصف ساقه، ده حديث صحيح، شال الإزار رفعه لحد نصف الساق. قال الراوي فلما رأى شدة ذلك على المسلمين، بالنص الكلام، فلما رأى شنو؟ شدة ذلك على المسلمين، وده ليه المسلمين؟ ده للصحابة. نصف الساق الرسول رأى إنه شديد على الصحابة، بالنص الجملة ده أنا جبتها لك صح الألباني. قال فلما رأى شدة ذلك على المسلمين أنزله، ثم أنزله قالوا إلى أين؟ قال إلى أسفل، ولا حق للإزار في الكعبين. ده أورد الترمذي في الشمائل المحمدية وصححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية للترمذي. فبس قال ما يهبش الكعبين، لو هبش الكعبين هبشهم ساي، ده إزبال مش ينزل منهم، لو هبشهم إزبال. فإنت لازم تكون فقيه، لأن المجتمع كله بعين لتصرفاتك وأفعالك، ما هتقدر تقدم دعوة نظيفة إلا بعلم نظيف، يكون عندك علم. بعض الشباب الواحد يكون دار يطبق سنة بيقوم بلخبطها جامع ذاته وقفله، لأنه ده يلزم الناس بحاجة شنو؟ مستحبة.